فرحة لأنه هي اللي كنت أسمع عن فلسطين من جدودي ومن الناس الكبار اللي شهدوا فلسطين قبل النكبة قبل 48 كانوا دائما يحكوا عنها مثل الفرحة اللي اغتصبت أو سلبت من الفلسطينيين الشعب الفلسطيني. فلهيك لما خطر الاسم بقي من وقتها لهلأ. الفيلم هو فيلم روائي طويل مدة ساعة ونص، بيحكي عن رحلة بنت عمرها 14 سنة اسمها فرحة وحلمها أنها تتعلم بكل بساطة وبراءة أنها تروح المدينة مع صاحبتها فريدة وتبلش تتعلم، وتحول هذا الشيء لمأساة طبعاً بسبب الاجتياح اللي بيفوت على قريتها، وبتضطر أنها تبقى بغرفة تنحبس من أبوها، أبوها بيحبسها بغرفة خافر عليها على حياتها وبيوعدها أنه يرجع بس ما بيرجع بسبب طبعاً الأحداث. فهي رحلتها لفرحة، هي رحلة نضوج وبلوغ لهذه الطفلة وكيف بتحول حلمها لأنها تنجب حياتها. ما في كتير أفلام بالمنطقة العربية وحتى العالم يعني العالم الغربي أو العالم العربي عم بيحكي عن النكبة تحديدا، فهذا الشيء حسسني أنه مظلومة هاي الفترة اللي هي نقطة يعني نقطة تحول بالتاريخ. هلأ عم نعاني من موضوع النكبة كل العالم، فهذا حدث مصيري وهام جدا أثر علينا لليوم، فحسيت ضروري أكون مخلصة لهذا الوقت وأعمل فيلم بهذا الوقت. مع أنه أكيد لفيلم الرواية الطويل الأول أي مخرج ممكن يكون خايف أن يعمل فيلم حقبة زمنية ورح يكون عليه مسؤولية أكبر، بس أنا حسيت أنه إذا بدي أفوت هاي التجربة بدي أفوتها للآخر كاملة. الحقيقة مش كتير صعب أنك تلاقي معلومات عن 48 لما تكون عايشة بالأردن وبالمنطقة العربية، لأنه بكل بيت هاي القصة عم تنحكى من وإحنا أطفال بنسمع هاي القصص، فكان كتير سهل أنك تعرفي وتتعلمي وتفهمي. وكمان المراجع والتاريخ الشفهي موجود دائما، الأرشيف الكتب كلها موجودة، فبس كان ضروري أكون أتحمل هاي المسؤولية وأعمل الهومورك أو الواجب تاعي قبل ما أكون فنانة هي قضية أخلاقية بالآخر. هي الشخصية الحقيقية اسمها رضية، قابلت والدتي لما كانت صغيرة وشاركت قصتها معها، ولما كبرت أمي شاركت القصة معي، والقصة بقيت معي من وأنا طفلة وكبرت وقررت أنها تكون فيلم الرواية الطويل الأول. الفيلم تصور بالأردن، إحنا محظوظين أن الأردن جغرافياً بتشبه فلسطين، بس طبعاً اشتغلنا كتير، يعني في قرية رممناها لحتى تكون تشبه لفتة بفلسطين اللي هو كان مرجع بالنسبة لي، بس المواقع كنا يعني الحمد لله توفقنا، كنا عم نحاول نكون مخلصين قد ما فينا يعني وحقيقيين عم ننقل الصورة الحقيقية. فبتخيل الصعوبات كانت أنه عم تعمل حقبة زمنية، الملابس كتير كان ضروري أنه أشتغل عليها عبكير وأنها تكون مش مبينة كأنها مسرحية فلكلورية، تبين أنه هو إشي حقيقي وهيك فيها حياة. يعني أنه أنا كان بيهمني أورجي أنه هاي الأرض ما كانت أرض بلا شعب، لا شعب بلا أرض، كانت أرض فيها حياة وفيها كلتشر وثقافة وتاريخ وكتير أشياء. كتير كنت عم بحاول أكون حريصة قد ما بقدر، لأنه بالآخر أنت إذا ما في مصداقية إذا خسرت بتخسر الجمهور، إذا حسوا في غلطة من هذا النوع فيها استخفاف للجمهور، وأنا بحترم الجمهور ما بقدر استخف فيه. مش أنا بس، في ناس من فريق العمل كانوا ورا الشاشة تأثروا، والإكستراز الكومبارس لما كانوا عم بيصوروا مشهد كانوا عم بيبكوا أتأثروا. بس في شيء بيشبهني إنه أنا عندي كان خوف من العتمة ومن الأماكن المغلقة، وهذا الإشي اللي خلى هاي الشخصية تبقى بعقلي، يعني إنه شو عملت بالغرفة وقد ايه خافت وقد ايه شو حست، هذا الشيء اللي بقي معي اللي أنا I can relate، حسيت معها الخوف. وكتير ناس شافوا الفيلم قالوا لي الشخصية شوي بتشبهك، أنا كتير مبسوطة كتير فخورة إنه عم بيكون فيلم الافتتاح بأيام بيروت السينمائية. بيروت كانت محطة للفيلم بمرحلة التطوير بال 2017 كان الفيلم بملتقى بيروت السينمائي، عشان الأزمة إنه بحس الناس راح تحس أكتر راح تأثر أكتر بفرحة، لأنه يعني شيء الوجع هذا عندنا كلنا مش بس للبنانيين. بيهمني نعرض طبعا بقاعة السينما، وهاي الخطة إن شاء الله إنه راح ينعرض، عم نخطط هذا الشيء. بس دائما حلو يكون أول عرض بمهرجان هيك لذيذ وبحبه مثل الأيام بيروت السينمائية، يعني مهم، لأنه حلو إنه نشجع إنه يصير هذا إنه أفلام شباك التذاكر، مهم نشتغل على هذا الشيء كمخرجين لأن هي بالآخر صناعة. مجرد إنه هذا الشيء صار بال 48 وفي نوع من التعصب تجاه البنت بهذاك الوقت وهذا الشيء عم بصير ليومنا، فهذا لحاله رسالة نحن لهلأ شو تغير.
ما عم بحكي عن كل مكان، عم بحكي عن أماكن. فبتمنى هذا الفيلم يوصل لهدول الناس، وبتمنى إنه to empower them، إنه يقويهم شوي، يعطيهم شوية إلهام أو قوة. بتمنى.